حسيت بالصدمه لان انا غنيت في حدود المعقول يعني، لان انا كنت تعبان في البرايم وكده، فغنيت في حدود المعقول والاساتذه كانوا مبسوطين بيا، وفي الايفال برضو قدمت ايفال كويس، بس ما مش عارف هي دي اللعبه يعني. توقعت النتيجه، حنان وشانتال هيرجعوا الاكاديمي وانا الى مصر. حنان هترجع بتصويت الجمهور وشانتال بتصويت صحابنا يعني. الشيء الطريف في الموضوع ان انا وحنان دويتو في النومينيه زي ما كنا دويتو في لو كنت نسيت، وهو ده السبب في ان انا طلعت نومينيه اول مره وده تاني مره. بمناسبه النومينيه للمره الثانيه على التوالي، حابب اغني حاجه مصريه كده. مصر قالت صوت ولادي، كلمة الحق في بلادي، هم دول سر التحدي، هم دول زهرة جهادي، هم دول هم الشباب. لو شايفين ان انا استحق اكمل تاني في الاكاديمي صوتوا لي على رقم 2.